الله من أول قصيدتنا من مبتال وتقدم بكل إحسان هدية مقدمة لأم العريس الله يجملها هدية مقدمة لأم العريس الله يجملها نبارك يوم وسامي حفلة اللي شرفها الناس وزاد النور بوجود الحضور اللي نقابلها ويوم سامي حصدتي ما زرعت فالك النومات ومن طيبك وبأخلاقك مع الناس وتعاملها وقومي والعبي ثم اظهري يا كوكب النفرات يا شيخة بالجمال وبالكمال الله مكملها يا شيخة بالجمال وبالكمال الله مكملها كريمة بنت طيب مجد ابوك يشرف رجلها فعوله تتعب الكتاب وروات انت ناقلها سامي كاسب النومات وحققت الأمال اللي على يمناك شايلها طموحاتك كبيرة يا الشجاع بلا عدد وقياس وصلت القمة الأمجاد لو غيرك ما يصلها عسى ربي يسلم راس من رباك يا قرناس وصارت كل صعبة كايدة عندك يا مسهلها وصارت كل صعبة كايدة عندك يا مسهلها هلا يا مرحبا ترحيب بنت اسود ذهب شرفها الناس وزاد النور بوجود الحضور اللي نقابلها ويوم سامي حصدتي ما زرعت فالك النومات ومن طيبك وبأخلاقك مع الناس وتعاملها وقومي والعبي ثم افخري يا كوكب النفرات يا شيخة بالجمال وبالكمال الله مكملها يا شيخة بالجمال وبالكمال الله مكملها كريمة بنت طيب مجد ابوك يشرف رجلها انت ناقلها بناتك طيبهم مثلك ولبسنا الفخر بالباب وعاداتها للطلات معروفة منازلها عيالك طيبهم ما يختلف طبع مجودها صقور ابنا صقور ولا تغير عن سلايلها صقور ابنا صقور ولا تغير عن سلايلها وذكره للكرم مثل الحياة يلفابها العساس يبين معطراكي والعلوم ومن تداولها سامي كاسب النومات وحققت الأمال اللي على يمناك شايلها طموحاتك كبيرة يا الشجاع بلا عدد وقياس وصلت القمة الأمجاد لو غيرك ما يصلها عسى ربي يسلم راس من رباك يا قرناس وصارت كل صعبة كايدة عندك يا مسهلها وصارت كل صعبة كايدة عندك يا مسهلها تخرج مدح تراحيب تقاعد تكريم.